بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صدقة سقي الماء. بير بالماتور مشروع الحياة صدقة جارية عن المرحوم طالب عبد قبحة تورة الغربية جنين فلسطين. اللهم تقبل هذا البير من طرف صاحبه، اللهم اجعله في ميزان حسناته، اللهم اجعله نجاة من النار، اللهم انزل عليه نورا من نوره، اللهم تقبل تبرعاته وصدقاته، اللهم اسكن جميعا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.